هلا فيكم حلقة جديدة من خمس أشياء. هذه الحلقة بنتكلم عن خمس لغات اخترعت خصيصاً لألعاب فيديو مشهورة. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. والحين خلونا نبدأ. أول لغة معانا هي لغة سكان منطقة ألبيت في لعبة فانسي 10. وين تابت جانوكو. هي لغة غريبة وأيضاً بسيطة في نفس الوقت، حيث تبدأ تتعلمها مع الوقت وانت تلعب وتكتشف أن كل حرف من اللغة له حرف مقابل في اللغة الإنجليزية. بعدين تكتشف أن الموضوع كان أبسط من اختراع لغة جديدة، لكن استخدم مرادفات مختلفة لأحرف إنجليزية. اللغة الثانية هي لغة الهايلين من لعبة ليجند أوف زيلدا. هي لغة كتابية وخليط بين استنباطات مختلفة من الحروف الإنجليزية واليابانية. اللعبة قدمت عدة نماذج مختلفة للغة الهايلين عبر السنوات، كان هايلين القديمة وهايلين الجديدة وغيرها، بحيث تلقى في اللعبة القديمة منحوت على بعض الصخور ولغة الهايلين الجديدة في الخطابات والأوراق. اللغة الثالثة نقدر نقول أنها مجموعة لغات مستخدمة في لعبة World of Warcraft. حيث تميز اللعبة بالشعوب والأعراق المختلفة والكل منها لغتها المختلفة، لكن اللعبة نفسها تقدم 10 لغات على الأقل مع معجمها الخاص وقواعدها النحوية الخاصة فيها. اللغة الرابعة في لعبة Dragon Age Origins، بحيث تم استخدام العديد من المرادفات الغريبة في الأغاني والموسيقى الخاصة باللعبة. بعدين يتضح لاحقاً أن المطور قرر إقحام الكثير من المرادفات والكلمات من لغة الألفز الخاصة، وهي خليط باليونانية والعبرية. اللغة الخامسة في لعبة سيمز وتدعى سيميليش. تبدأ بتجارب صوتية لإظهار أن الشخصيات في اللعبة تتكلم مع بعضها البعض ووضع أصوات غريبة من غير أي سبب في اللعبة، ومع الوقت تطور الأجزاء المختلفة للعبة ووصلت التسجيلات الصوتية للعبة إلى ما تجاوز إلى 200 ساعة، وما صار يستخدمون أصوات عشوائية مثل أول، بحيث قاموا يطورون معجم خاص فيها اسمه سيميليش ديكشنري. تعرفون أي ألعاب ثانية استخدمت لغاتها الخاصة؟ شاركونا فيها في التعليقات. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية متابعة، مع السلامة.